معي عبر الهاتف من دبي رئيس جامعة دبي دكتور عيسى البستكي. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور عيسى. يكفي الشق المعنوي إذا ما بدأنا فيه دكتور عيسى، إلى أي درجة هذا الموضوع مهم خاصة بأنه نفتقده في العالم العربي؟ مساء النور، يا مرحبا، هلا، أهلا وسهلا. طبعا في الحقيقة طبعا نحن كدولة الإمارات العربية المتحدة دائما ننظر إلى المملكة العربية السعودية كشقيقة كبرى، وفعلا يعني هذه العلاقة الطيبة هي التي تحفز شعب الإمارات على ترسيخ هذه العلاقة الطيبة. بس قبل كل شيء أحب أن أهنئ الشعب السعودي والقيادة السعودية على اليوم الوطني للمملكة، وأيضا أهنئ شعب المجلس التعاون الخليجي على هذا اليوم الوطني، لأنه يعتبر جزء لا يتجزأ من المنظومة الخليجية، ودولة الإمارات واحدة من الدول في هذه المنظومة. نحن ننظر إلى السعودية كشقيقة كبرى، معنى هذا أن دائما نطلع إلى إنجازاتهم، فبالتالي نتعاون كي نحقق هذه الإنجازات سويا. وطبعا أكبر تجمع عالمي وأضخم تجمع طبعا الحج. الحج يعتبر من الفعاليات النادرة في العالم، لأن هذه الفعالية تضم أكثر من، يعني أقدر أقول مليونين ثلاثة، وحين يوصل أكثر من 3 ملايين. وكيفية إعطاء أو توفير الخدمة الكاملة للحجاج، هذا ليس شيء ليس بسهل. نعم طبعا، المملكة العربية السعودية تحت قيادتها الرشيدة تحقق هذه الخدمات الرائعة التي تسهل من أمور الحجاج بطريقة، والمناسك بطريقة سهلة جدا، بحيث يمر هذا الحدث الجميل إلى حدث ميسر بطريقة أن لم يكن هذا من قبل. كل سنة هناك تطور. نعم، يدل على شيء، ما يدل على القيادة الرشيدة هنا فعلا تريد أن تحقق السعادة لشعبها والقافلين وأيضا في الحج. صحيح. طيب دكتور عيسى، اليوم هكذا شعار معا للأبد بكل ما يحتويه من أهمية، ليس فقط طبعا كشعار، حقيقة التعاون يعني وعلى كل الصعد، إلى أي درجة هو مهم بين يعني هاتين دولتين؟ نتحدث عن الإمارات بكل تقدمها والمركز الذي وصلت عالميا، وعن دولة بثقل المملكة العربية السعودية، إلى أي درجة هو مهم فيما يتعلق بكل التحديات التي يواجهها العالم والعالم العربي والخليجي بشكل تحديد، حتى لو بدأنا مثلا بقضية قطر لوحدها؟ طبعا في الحقيقة يعني المملكة العربية السعودية مركز العالم الإسلامي بكل معنى الكلمة من معنى، يعني هذا المركز الأساسي الحيوي لكل مسلم. كيف نستطيع أن نتهاون على هذه العلاقات الطيبة؟ لأن قوة الدول الإسلامية والدول العربية من قوة السعودية، من قوة الدول العربية الإسلامية. فإحنا كدولة الإمارات المتحدة جزء من هذه المنظومة، فبالتالي من الضروري دائما تبقى هذه العلاقة طيبة وأخوية وشقيقة، حتى كلما تطورت المملكة العربية السعودية نحن نشعر أيضا نحن تطورنا أيضا. فبالتالي نحن كدولة الإمارات المتحدة عندما وصلنا إلى هذه المواصيل من التقدم، من الطبيعي نكون احنا الاخ الشقيقه الصغرى كي نساند هذه الدوله او المملكه لكي ترقى الى مستويات عالميه. وطبعا هي رقت، ولكن نريدها ان ترقى اكثر من هذا. ف لب الدول الاسلاميه والدول العربيه المملكه العربيه السعوديه، معنى هذا لا يمكن نعم، باي طريقه نتهاون بهذه العلاقه، وستظل علاقه قويه معا للابد، لان نحن جزئين في جسد واحد. نعم، نهنئكم على هذا التعاون، على هذه العلاقة، على الاحتفال
بالعيد 87 للمملكة العربية السعودية. شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا دكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي.